عايزة أسألك إنه شايف المفروض المنتخب كان يعود لفكرة التجمعات والمعسكر التدريبي الطويل عشان يحصل تجانس أكتر واندماج أكتر بين اللعيبة، وخصوصا إنه زي ما حضرتك قلت إحنا ما قدمناش حل غير إن إحنا نفوز بالمباراتين دول، خصوصا إن إحنا اتعادلنا المباراتين اللي فاتوا. أنا مع المعسكرات بس مش الطويلة، لأن المفروض إن أي لعيب بيتم اختياره في منتخب مصر بيبقى عنده من الإمكانيات والقدرات اللي بيها يقدر يتكيف بالطريقة اللي ممكن المدير الفني أو الجهاز يلعب بيها. مش هبدأ أحفظ زي الفرق اللي لسه يعني اللعيبة درجة استيعابها وإمكانياتها الفنية 6 من 10 7 من 10، لا ده أنا بجيب يعتبر أحسن لعيبة في مصر اللي بيها بقول إن اللعيب دوت بدل ما أقعد معاه شهر مثلا أو 3 أسابيع في معسكر، لا ده هو أسبوع كتير قوي كفاية عليه يحفظ شكل الطريقة اللي هلعب بيها 3-5-2 4-3-2-1 زي ما كانت حسام بيحب يلعب. فدي بتسهل جدا على الجهاز الفني ان هو يديله اللي هو عايزه من المباراة. مختلف تماما الشكل لما اجيب لعيب لسه ما اندمجش قوي وخبراته قليلة. تفرق كتير قوي يا كابتن سار ان لعيب تقدري تقولي أنا محتاجة منك الشكل الفني في الدفاع والشكل الفني في الهجوم وهي ده ينفذه، لأن دي إمكانياته وقدراته واللي بيها بختار لعيبة كويسة. فأنا مع المعسكرات بس يعني مش الطويلة، لأن اللعيب مهما كان بيزهق من المعسكرات الطويلة، لكن المفروض كان يعني على الأقل أسبوعين أو أكتر شوية اللي بيها حتة الاندماج ديت تبقى موجودة مع المنتخب. وفي نفس الوقت ما اقولش انا لو ما كنتش عملت المعسكر دوت الفتره دي كان ممكن تحصل عندي مشكله، لو كانت عندي فتره اطول كان يبقى بالنسبه لي كده احسن. بس بتتوقع انه المنتخب يظهر بشكل مغاير او مختلف عن المباراتين اللي فاتوا، انه خلاص كابتن حسام او الجهاز الفني تدارك الاخطاء اللي حصلت في المباريات اللي قبل كده؟ دي هترجع للعيب. بمعنى يمكن قلنا في اول ماتش وتاني ماتش احنا خدنا 2 بونت وكانت يعني الناس كلها اتكلمت وقالت صعب قوي ان احنا كمنتخب مصر ناخد 2 بونت من 6 بونت. اللعيبه هتبقى نازله انا متاكد ما عندهاش بود تاني غير المكسب، وده بيفرق. مهما حصل يا كابتن سار، مهما حصل حضرتك لو انا مدير فني وفرقتي محتاج منها ال3 بونت ولازم يعني لازم اوكي ان انا اجيبهم، رغبه اللعيب بتفرض نفسها على اي تشكيل وعلى اي مقومات تانية موجودة داخلية أو خارجية في المباراة. رغبة اللعيب في الفوز بتفرق معاه كتير جدا 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 في نتيجة المباراة. على ما أعتقد إن الخبرة اللي موجودة في منتخب مصر المتمثلة زي ما قلت إذا كان في صلاح أو في النني أو في تريزيجيه دلوقتي أو في الناس الكبيرة اللي موجودة طارق حامد مع بقية اللعيبة اللي موجودة، أنا على ما أعتقد دي هتفرض نفسها إن إحنا لازم نكسب المباراة دي، ما فيهاش كلام تاني خلاص عشان نستريح بعد كده إن شاء الله يعني.